بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 47. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا في اللغة هو الحجر الأملس الصلب، والمراد به هنا طرف جبل أبي قبيس، والمروة كذلك يراد بها الحجارة الصلبة، والمراد بها هنا طرف جبل قعيقعان، وذلك لأن البيت يقع بين هذين الجبلين اللذين يقال لهما الأخشبان، الجبل جبل المروة وجبل الصفا قالوا لهما الأخشبان، والمسجد الحرام يقع بينهما بين الجبلين في الوادي. هذا هو الصفا والمروة. قال الله تعالى: من شعائر الله. شعائر جمع شعيرة وهي العلامة، فالصفا والمروة من شعائر الله أي من علامات دينه وشرعه، من علامات دينه وشرعه، لأنهما يحدان المسعى الذي يسعى فيه المسلم. فالصفا حده من جهة البداية، والمروة حد المسعى من جهة النهاية، فهما من شعائر الله أي من العلامات التي جعلها الله للسعي بداية ونهاية. وإذا كانا من شعائر الله فإنه يجب تعظيمهما واحترامهما. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقال شعائر ويقال مشاعر. مشاعر هي عرفة ومنى، عرفة ومزدلفة ومنى، هذه مشاعر للحج، تقام فيها مناسك الحج. الصفا والمروة مشعران يقام بينهما السعي الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من أعلام دينه، لأن الله شرع السعي بينهما عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: فمن حج البيت. حج البيت، الحج في اللغة القصد، المراد بحج البيت قصده لعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحج، قصد البيت وهو الكعبة لأداء المناسك عبادة لله سبحانه وتعالى. أو اعتمر، العمرة الزيارة، العمرة في اللغة الزيارة،
والمراد بها هنا زيارة البيت لأداء المناسك من طواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه العمرة زيارة، زيارة البيت لأجل أداء مناسك العمرة، فلا جناح عليه، الجناح الإثم أي لا إثم عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بين الصفا والمروة، السعي بينهما يسمى طوافا، وإن كان المعروف أن الطواف يكون بالبيت، إلا أن السعي أيضا بين الصفا والمروة يسمى طوافا، بدليل هذه الآية أن يطوف بهما أي أن يسعى بينهما. والسعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وكذلك هو ركن من أركان العمرة، لا تتم العمرة إلا به، لكن لماذا قال سبحانه فلا جناح عليه أن يطوف به؟ لماذا نفى عنه الإثم مع أن السعي واجب؟ السبب في هذا أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة، صنمان يعبدهما المشركون في هذين المكانين ويتقربون إليهما، فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح أزال الأصنام، أزال الأصنام التي على الكعبة، وكان على الكعبة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة صنمان، وكان حول مكة اللات والعزى ومنات أصنام أيضا، فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسر هذه الأصنام وأزالها وطهر البيت والمسعى وطهر الأرض من هذه الأصنام، كما كسر أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام في عهده، لأن هذه الأصنام متعبدات للمشركين، والعبادة يجب أن تكون لله وحده عز وجل، لا يعبد غيره ولا يعبد معه سواه، لا من الأصنام ولا من الأحجار ولا من الأشجار ولا من القبور والأضرحة ولا غيرها، العبادة حق لله عز وجل، فيجب على المسلمين أن يزيلوا هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، ويقاتل أهلها لإزالتها، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من الجهاد، المقصود من الجهاد إزالة الشرك والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله خلق الخلق من أجل ذلك، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد من هذا،
فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الصنمين اللذين على الصفا والمروة تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان عليهما صنمان يعبدان من دون الله. قالوا كيف نسعى بين الصفا والمروة وكان فيهما هذان الصنمان؟ فأزال الله جل وعلا هذا التردد، أزاله عن المسلمين في أنه لا حرج في السعي بين الصفا والمروة، ولا ينظر إلى ما كان عليهما من الأصنام في الجاهلية، لأن هذا شيء أزاله الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا إزالة لتوهم من توهم من المسلمين أو وقع في نفسه شيء من التحرج من السعي بين الصفا والمروة نظرا لما كان عليهما من الأصنام. الله أزال هذا وأخبر أن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يضرهما إذا كان عليهما أصنام في الجاهلية وأزيلت، لا يضرهما لأنهما من شعائر الله. هذا هو المقصود من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهم. وأما السعي فهو عبادة لله وركن من أركان النسك، وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم، وقال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. السعي بين الصفا والمروة عبادة لله، وشعيرة من شعائر الحج والعمرة، ولا يقع في نفس أحد حرج من ذلك بسبب ما كان عليهما في الجاهلية، لأن هذا لا يغير كونهما من شعائر الله، ولا يغير وجوب السعي بين الصفا والمروة. وأصل السعي بين الصفا والمروة قصة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي بهاجر وابنها إسماعيل، وكان طفلا رضيعا، وكانت مكة خالية من الناس، وليس فيها ماء، وليس فيها أنيس ولا أحد. فإبراهيم عليه السلام استجاب لأمر الله وجاء بهذه المرأة وابنها إسماعيل الرضيع، ووضعهما عند مكان البيت حيث أمره الله سبحانه وتعالى، ومعها شيء من التمر، ومعها جراب من التمر، ومعها سقى فيهما، فوضعهما في هذا المكان. ثم إنه رجع إلى الشام، فلما أدبر وولى متوجها إلى الشام تعلقت به هاجر وقالت إلى من تتركنا في هذا المكان؟ فلم يلتفت إليها واستمر ماشيا. ثم قالت إلى من تتركنا؟ فلم يجبها ولم يلتفت إليها. ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم.
قالت إذن لا يضيعنا. لما عرفت أن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مأمور من عند الله آمنت بالله عز وجل واطمأنت وقالت إذن لا يضيعنا. هذه قوة الإيمان. فكانت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع الطفل. فلما نفد ما معها من الماء وعطش الغلام عطشا شديدا ذهبت إلى أقرب جبل إليها وهو الصفا فصعدت عليه تلتفت يمينا وشمالا هل ترى من أحد؟ فلم ترى أحدا. فنزلت ولما هبطت الوادي أسرعت متوجهة إلى المروة إلى الجبل الثاني أقرب جبل إليها فصعدت على المروة وتلفتت يمينا وشمالا فلم ترى أحدا والغلام يتلمض من العطش. فلما أكملت سبع مرات بين الصفا والمروة تنظر لعل حولها أحد. في السابعة لما أشرفت على المروة نظرت إلى الطفل وإذا عنده جبريل عليه السلام وإذا جبريل عند الطفل يخط بقدمه الأرض فنبع الماء نبعت زمزم من خطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فجاءت أم إسماعيل إلى الماء وهو ينبع عند إسماعيل ففرحت بذلك واطمأنت وشربت وسقط طفلها وبينما هي كذلك هي والطفل عند الماء يشربون ووسع الله لهم وفرج عليهم إذا هم بقبيلة جرهم جاءت على عادة البدو تمسون الرعي ويد فرأوا الطيور حول مكان الكعبة قالوا إن هذه الطيور عندها ماء وإحنا ما عهدنا إن في هذا المكان ماء تعجبوا فجاءوا فوجدوا الماء ووجدوا عنده إسماعيل وأمه فاستأذنوها في أن ينزلوا عندها. هذا الفرج الثاني بعد أن كانت وحدها جاء الله لها بالجيران واستأذنوها أن ينزلوا عندها فأذنت لهم أن ينزلوا عندها واستأنست بهم وقالت لكن ليس لكم من الماء شيء. قالوا نعم. فنزلوا عندها نبع الماء وجاء الجيران عندها. هذا فرج الله سبحانه وتعالى وهذا هو أصل السعي بين الصفا والمروة. جعله الله شريعة لعباده فكما أن أم إسماعيل سعت بين الصفا والمروة تسأل الله وتطلب منه الفرج من هذا الضيق فالمسلم يسعى بين الصفا والمروة ويطلب الله المغفرة ويطلب من الله الرزق ويطلب من الله كل خير هذا هو أصل السعي بين الصفا والمروة. استمر عبادة لله عز وجل والمراد منه طلب المغفرة من الله وطلب الرزق من الله وطلب الجنة من الله كما أن أم إسماعيل طلبت من الله الفرج ففرج عنها ورزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقسم فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله فمن حج البيت أو اعتمر أقسم
هذا دليل على أن السعي خاص بالحج والعمرة وليس فيه سعي تطوع، وإنما هو سعي الحج والعمرة فقط، بخلاف الطواف بالبيت. طواف بالبيت للإنسان أنه يطوف ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا، عبادة مستقلة. طواف بالبيت عبادة مستقلة، فللإنسان أنه يطوف ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا. أما السعي فإنه لا يشرع إلا للحاج والمعتمر، وليس فيه تطوع كما في الطواف، لأن الله خصه بالحج والعمرة، فقال من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ثم قال سبحانه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أن تطوع يعني في العبادات في هذا المكان من صلاة واعتكاف وذكر لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له ذلك. هذا فيه الترغيب في فعل الطاعات في هذا المسجد الحرام وهذه البقاع الشريفة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فالأعمال في هذا المسجد وهذا الحرم الأعمال مضاعفة، يضاعفها الله، وهذا معنى قوله شاكر. الله جل وعلا شاكر وشكور، بمعنى أنه يعطي الثواب الكثير على العمل القليل. شاكر وشكور بمعنى أنه يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل، شكرا منه سبحانه وتعالى لعبده. والله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. هذه الزيادة التي من عند الله هذه شكر من الله جل وعلا لعبده، إذا أطاعه واتقاه فإن الله يشكر له ذلك ويثيبه الثواب الجزيل. شاكر عليم، عليم يعلم أعمالكم، فلا تخافوا أنها تضيع مهما كانت ظاهرة أو خفية، قليلة أو كثيرة، لا تخافوا أنها تخفى على الله جل وعلا وأن الله يضيعها. أبدا، الله يحفظها ويضاعفها وهو عليم سبحانه، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فلا تخافوا عليها بل اطمئنوا أن أعمالكم محفوظة عنده وأن الله يضاعف لكم أجرها وثوابها فضلا منه وإحسانا وشكرا منه لعباده. ويؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا مشروعية الشكر. فالعبد ما دام أن الله شاكر عليم وشكور، فكذلك العبد يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، أن يشكر نعمة الله عليه فيتقرب إليه بالعبادات والطاعات. فإذا شكر العبد ربه شكر الله له ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. وكذلك يشكر للناس معروفهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالعبد يكون شاكرا أيضا، شاكرا الفضل لأهله، يشكر لله على فضله ويشكر للعباد على إحسانهم إليه، يشكر لهم ذلك.
ومن تطوع خيرا، وكلمة خيرا عامة جميع تشمل جميع أنواع الطاعات، من طواف للبيت وصلاة عنده واعتكاف عنده وذكر لله سبحانه وصدقة وغير ذلك، هذا من التطوع للخير في هذا المكان المعظم وهذا الحرم الشريف. من تطوع خيرا، وقيل المراد من تطوع خيرا يعني تطوع بالحج والعمرة زيادة على الفريضة، والآية عامة تشمل تطوع بالحج والتطوع بالعمرة، تطوع بسائر العبادات، لأن الله لم يحدد بل قال من تطوع خيرا عام، هذا يشمل جميع أنواع الخيرات والعبادات. ثم قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا وعيد، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. إن الذين يكتمون يعني يخفون ما أنزل الله من البينات الدلالات الواضحة على عبادة الله سبحانه وتعالى، الدلالات على عظمة الله جل وعلا، الدلالات والهدى العلم، المراد بالهدى العلم. يكتمون ما أنزلنا من البينات يعني الدلالات، والهدى يعني العلم، لأنه هداية للقلوب، هداية إلى الله جل وعلا، هداية إلى الجنة، دليل واضح. فالواجب على من أعطاه الله من هذا العلم المنزل، الواجب على العلماء أن يبينوا، أن يعلموا الناس ما أنزل الله، أن يفقهوهم في دين الله، هذا هو الواجب على العلماء، أن يبينوا للناس ما أنزل الله من القرآن ومن السنة النبوية، ينشرون ذلك في الناس ويدعون إليه ويعلمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا هو الواجب على العالم إذا علمه الله شيئا أن يعلمه للناس وأن ينشره للناس وأن ينفع الناس به في القضاء والفتوى والترغيب والترهيب وبيان الحلال والحرام. ولا يجوز للعالم أنه يكتم علمه ويحتفظ به ويختزنه في صدره ولا يبينه للناس، لأن العلم ليس له، ليس ملكا له، العلم لعباد الله، والله حملك إياه من أجل أن تبلغه للناس، هم من أجل أن تحتفظ به وأن تخزنه في صدرك، هذا لا يجوز، لا سيما عند حاجة الناس إلى ذلك، لا سيما إذا رأيت الناس يخطئون، لا سيما إذا رأيت الناس في ضلال، ما إذا رأيت الشرك والوثنية، لا سيما إذا رأيت المعاملات المحرمة، لا سيما إذا رأيت الذنوب والمعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات، يتعين على العالم أن يبين ما عنده، أن يبينه للناس ويقيم الحجة على الناس. فمن قبل فالحمد لله انتفع وصار للذي بلغه مثل أجره من غير أن ينقص من أجور من تبعه شيئا، وإن لم يقبل الغير فإنه تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمة العالم. أما السكوت
وكتمان العلم، فهذا جريمة عظيمة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، قال بعض العلماء المراد بهم اليهود لأنهم كتموا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونها، أنكروها. ولكن الآية عامة، عامة لليهود وغيرهم، فكل من علم علما وكتمه فإنه يتناوله هذا الوعيد. لكن هناك علم، هناك علم لا يجوز نشره على الناس إذا كان الناس يفهمونه على غير المقصود، إذا كان في نشره ضرر على الناس لأنهم يفهمونه على غير المقصود، فإنه لا ينشر على كل الناس، وإنما ينشر على الخواص من أهل العلم. أما العوام الذين إذا سمعوه فهموه على غير المقصود فإنه لا ينشر فيهم، وهذا كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيستكلوا، يعني لا تخبرهم أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فيستكلوا ويترك الأعمال ويتساهلون بالمعاصي ويقولون: الحمد لله، ما دام ما عندنا شرك فنحن ما علينا خوف. لا، المعاصي حرام وفيها ضرر وفيها إثم، ولو لم تكن من الشرك. فإذا كانوا يفهمون هذا الفهم فلا تخبرهم حتى يكون عندهم خوف من المعاصي وخوف من الذنوب. أما إذا قلت لهم اللي ما عنده شرك يغفر له، فإنهم يطمعون ويتساهلون في الذنوب التي هي دون الشرك فتهلكهم، فكان في إبلاغهم هذا العلم ضرر، ضرر عليهم. فهنا يجوز كتمان العلم للمصلحة، مصلحة راجحة. إذا كانت المصلحة راجحة في كتمان بعض العلم فإنه يكتم ولا ينشر إلا على أهله العارفين، ولا ينشر على العوام. وكذلك لا تحدث الناس بأشياء لا تتحملها عقولهم، ما يفهمونها، ما تحدثهم بأشياء لا تتحملها عقولهم وهم ليسوا في حاجة إليها، لو لم يعلموا بها ما ضرت. ولهذا جاء في الحديث: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كان هذا الشيء لا يتسع له عقول الناس وهم ليسوا في حاجة إليه، لو جهلوه ما ضرهم، فهذا لا تبينه للناس. هذا يكون عند الخواص من أهل العلم الذين يفهمون هذه الأمور. العوام علمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، صلاتهم، صومهم، حجهم، زكاتهم، أمور عباداتهم، معاملاتهم، علمهم هذه الأمور. ما
أما الأمور الغيبية التي تفاصيلها تشكل عليهم هذه ليسوا بحاجة إليها، إذا تعلموا فهموا لا بأس، أما ما داموا عوام ولم يصلوا إلى هذا الحد. كذلك طلبة العلم المبتدئون ما تجيب لهم العلم جميع، بل تعلمهم العلم شيئا فشيئا، تتدرج بهم شيئا فشيئا، ولا تجيب لهم مسائل ما وصلوا إليها، فيحصل لهم ارتباك، يحصل عليهم ضرر، لأن عقولهم لا تستوعب هذه المعلومات، لأنهم ما زالوا مبتدئين، فأنت ربهم تربية شيئا فشيئا، درجهم في مسائل العلم شيئا فشيئا من الصغار إلى الكبار. أما أنك تجيب الكبار من المسائل العلم لأناس مبتدئين فهذا فتنة وهذا ضرر عليهم. فيجوز كتمان العلم للمصلحة الراجحة إذا كان في إظهاره ضرر على الناس. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى حلقه. ما هو هذا الذي لم يبلغه للناس؟ قالوا: هذه أحاديث الفتن، أحاديث الفتن وما يحصل في آخر الزمان، هذا لم يبينه للناس لأن عليهم ضرر من ذلك، يفهمون على غير المقصود، وربما يتقاتلون ويتناحرون. فكتمان هذا عن الناس حماية لهم من الوقوع في المحذور، هذا هو عين الحكمة. إذن يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة الراجحة، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فلا يجوز كتمان العلم، بل يجب نشره في الناس، تعليم الناس ما يحتاجون إليه. أولئك يلعنهم الله. اللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أولئك يلعنهم الله، أن يطردهم ويبعدهم من رحمته، كما أنهم حرموا الناس من الهدى، من البينات والهدى، وأبعدوهم، أبعدوا الناس عن الحق، فالله يبعدهم من رحمته، وهذا هو اللعن. وفي المقابل، في المقابل الذي يعلم الناس الخير تستغفر له، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، تستغفر لمعلم الناس الخير، فالذي ينشر العلم يستغفر له كل شيء، والذي يكتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. أما إذا فقد العقل وصار الإنسان في أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي ولعنة الملائكة، الملائكة تلعنهم، والناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون، من المراد باللاعنين؟ قيل المراد بهم جميع الخلق ما عدا الثقلين الجن والإنس، فكل الخلق يلعنونهم ما عدا الجن والإنس. وقيل المراد بذلك دواب الأرض، دواب الأرض من البهائم والحشرات، فإنها تلعن من يكتم العلم، لأنه إذا كتم العلم وقع الناس في الذنوب والمعاصي، وإذا وقعت الذنوب والمعاصي حبس الله المطر والأرزاق، فماتت الحيوانات وماتت البهائم والحشرات، فهي تلعن من كتم العلم. وقد جاء في الأثر: إن الحبارة تموت في وكرها
وهي تقول لعنة الله على عصاة بني آدم، حرمنا المطر بسببهم، فتلعنهم دواب الأرض والعياذ بالله. هؤلاء الذين يكتمون العلم تلعنهم دواب الأرض لأنهم تسببوا في حرمانها من الرزق، وبسبب أفعالهم منع المطر الذي به حياة هذه المخلوقات. وعلى العكس، دواب الأرض والحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير، لأنه ينتشر الخير وينتشر الأرزاق والأمطار بنشر العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وتحصل الخيرات فيستغفر لهم العالم، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا. الذين كانوا يكتمون العلم ثم تابوا وأظهروا ما كتموه، إن الله يتوب عليهم، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى أنه يتوب على التائبين. إلا الذين تابوا، يعني رجعوا من الكتمان إلى نشر العلم، رجعوا من المعاصي إلى الطاعات، هذه هي التوبة. توبة الرجوع، توبة معناها الرجوع، الرجوع من الشر إلى الخير. إلا الذين تابوا يعني رجعوا من كتمان العلم، ولا يكفي أنهم تابوا، بل لابد مع التوبة من أشياء أخرى. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ما يكفي أنه يقول يا الله التوبة أستغفر الله، ما يكفي هذا، بل لابد أن يصلح ما أفسد، يصلح ما أفسد من الأعمال، ينشر العلم الذي كتمه، يقيم الصلوات التي تركها، يؤدي الفرائض، يتجنب المحرمات التي ارتكبها. أما أنه يقول يا الله التوبة أستغفر الله وهو مقيم على المعاصي وعلى كتمان العلم، هذا ما أصلح، ما أصلح عمله. إلا الذين تابوا يعني رجعوا وأصلحوا، يعني أصلحوا ما أفسدوا من قبل، أصلحوا الأعمال التي أفسدوها. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بينوا ما كتموا من العلم ونشروه للناس، ولم يخشوا في الله لومة لائم. إذن التوبة كما ذكر أهل العلم يشترط لها شروط ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي ترك الذنب تركا نهائيا. أما الذي يقول أستغفر الله وهو مقيم على الذنب ولم يرحل عنه، هذا توبته غير صحيحة. هذا الشرط الأول، الإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني العزم ألا يعود، فإن كان في نيته أنه يعود إلى الذنوب فإن الله لا يقبل توبته، لأنها توبة مؤقتة، والتوبة المؤقتة لا تقبل. فالذي يتوب مثلا في رمضان ويصلي ويصوم ويتلو القرآن، وإذا خرج رمضان يعود للمعاصي ويترك الصلاة ويترك، أو يتوب إلى الله وقت الحج ويحافظ على الطاعات، فإذا انتهى الحج عاد إلى المعاصي، هذا لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأنه عاد إلى الذنوب وكان في نيته أنه يتوب في هذا الوقت. ثم إذا انتهى وقت العبادة يعود إلى الذنوب، هذا توبته غير صحيحة، إنها توبة مؤقتة ولا تقبل. الشرط الثالث أن يندم على ما فات منه، يندم على الذنوب، يخاف منها. جاء في الحديث إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن ينقض عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه مثل الذباب الذي وقع على أنفه ثم طار، هذا المنافق.
تساهل في الذنوب ولا تهمه ولا يخاف من عواقبها. أما المؤمن يخاف من ذنوبه، وكل ما خاف استغفر وتاب إلى الله عز وجل، كالجبل يخشى أن ينقض عليه، هذا المؤمن. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بهذه الشروط: توبة، إصلاح، بيان لما كتم من العلم. قال الله جل وعلا: فأولئك أتوب عليهم. هذا وعد من الله سبحانه بأنه يتوب على من تاب توبة صحيحة مستوفية للشروط، يتوب الله عليه فضلا منه سبحانه وتعالى، حيث لم يعاجله بالعقوبة. وإذا تاب المسلم من الذنب أصبح كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. والتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين ويغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا توبة صحيحة، فأولئك أتوب عليهم. هذا وعد من الله سبحانه أنه يتوب على من تاب توبة صحيحة، فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب الرحيم، وصف نفسه أو سمى نفسه بأنه التواب، والتواب كثير التوب على عباده، تواب فعال معناه كثير التوبة على عباده. وأنا التواب الرحيم الذي يرحم عباده ويريد لهم الخير. الله جل وعلا لا يريد من العباد أنهم ينفعونه بالتوبة أو الأعمال الصالحة، وإنما يريد أن ينفعوا أنفسهم. من عمل صالحا فلنفسه، هذا من رحمته سبحانه، إنه يريدك لنفسك، يريدك أن تعمل لنفسك لصالح. أما هو سبحانه سواء تبس أو لم تتب أنت لن تضره شيئا، إذا عصيته فلن تضره، وإذا أطعته فلن تنفعه. وإنما إذا عصيت تضر نفسك، وإذا أطعت تنفع نفسك، فعملك لك. ولكن الله يقبل هذا ويثيبك عليه رحمة منه بك، لأنه سبحانه رحيم بعباده ولا يرضى لهم الكفر، وإنما يرضى لهم الإيمان والطاعة والخير. هذا الذي يرضاه سبحانه لعباده تفضلا منه وإحسانا. وأنا التواب الرحيم، هذا فيه اسمان من أسماء الله: تواب الرحيم، يتضمنان التوبة على العباد والرحمة لهم من الله سبحانه وتعالى، اسمان يتضمنان صفتين من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لما ذكر أنه يتوب على من تاب قبل الموت، ذكر الذي مات ولم يتوب. الذي مات ولم يتوب ما مصيره؟ الله جل وعلا ذكر لنا مصير الذي تاب إلى الله قبل أن يموت، أن الله يتوب عليه ويرحمه سبحانه وتعالى. الصنف الثاني الذي لم يتب ومات على الكفر ولم يتب إلى الله عز وجل. إن الذين كفروا بالله عز وجل وماتوا وهم كفار، لم يتوبوا إلى الله عز وجل، ماتوا على الكفر، أولئك عليهم لعنة الله. واللعنة من الله طرده
للعبد عن رحمته سبحانه وإبعاده، فمن لعنه الله فقد طرده وأبعده من رحمته، فالذي مات على الكفر قد طرده الله من رحمته، لا طمع له في الرحمة ولا طمع له في المغفرة. من مات على الكفر أو مات على الشرك فإن الله قد طرده من رحمته وأبعده عن جنته، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذا فيه دليل على أنهم لو تابوا قبل الموت من الكفر تاب الله عليهم، أما إذا استمروا وماتوا على الكفر فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي ولعنة الملائكة والناس أجمعين، يلعنهم كل مخلوق، تلعنهم الملائكة ويلعنهم الخلق، حتى الكفار، حتى الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يا الكفار إذا دخلوا النار أفواجا كل فوج وكل طائفة تلعن أختها وتقول أنتم السبب في إغوائنا، وأنتم السبب في كفرنا وشركنا، وأنتم السبب الذين جررتمونا إلى النار، دعوتمونا إلى الشرك، دعوتمونا إلى الكفر، فعليكم لعنة الله. يتلاعنون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هم؟ الذين ماتوا على الكفر ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ من هذا مشروعية لعن الكافرين، فنقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين. اللعن على هذه الجرائم على سبيل العموم هذا مشروع، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، اللعن على سبيل العموم هذا مشروع، لأن الله لعنهم ولعنتهم الملائكة ولعنهم الناس والعياذ بالله. أما لعن المعين تقول لعن الله فلانا، فهذا فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا أو مشركا، لأنك لا تدري ماذا مات عليه، والله جل وعلا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وأنت لا تدري هل ماتوا على الكفر أو لا، فلا تلعنهم. وبعض العلماء يقول يلعنون ولو على سبيل التعيين، كما أنهم يعاملون معاملة الكفار من عدم تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم في مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليهم وعدم الاستغفار لهم، كذلك يجوز لعنهم، يجوز لعنهم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح والله أعلم أنه لا يجوز لعن المعين، لأنك لا تدري ماذا ختم له. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يمت وهو كافر. وهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وأنت لا تدري عن حالتهم عند الموت، لعلهم تابوا إلى الله عز وجل، ثم قال جل وعلا: خالدين فيها. خالدين يعني باقين في العذاب أو في اللعنة، خالدين يعني ماكثين في العذاب أو في اللعنة،
دائما وابدا لا تنفك عنهم اللعنة والعذاب خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب بل يشتد عليهم العذاب، كل ما له يشتد عليهم والعياذ بالله يشدد ولا يخفف عنهم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون، لا يمهلون إذا ماتوا على الكفر لا يمهلون بل يبادرون بالعذاب، بخلاف الدنيا فإن الإنسان الكافر والظالم والعاصي يمهل ولا يعاجل بالعقوبة، لكن في الآخرة لا، إذا مات فإنه تبدأ معه العقوبة والعياذ بالله، لا يخفف عنه العذاب ولا ينظر أن يؤجل في وقت من الأوقات أو يرفع عنه العذاب أبدا، خالدين في العذاب والعياذ بالله، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله. أسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا وعلى المسلمين خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ينشرون أشرطة وكتب المبتدعة وأصحاب المناهج المضللة ويتركون كتب وأشرطة العلماء الصالحين؟ هؤلاء يدخلون في الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. الواجب نشر العلم النافع الذي فيه منفعة العباد وهداية العباد إلى الخير، وأما نشر الضلال ونشر الفتنة والبغضة بين الناس فهذا كتمان للعلم الصحيح ونشر للعلم الفاسد الضار، نسأل الله العافية. نعم. يقول: كثرت في هذا الزمان الفتن والشبه التي تثار في طريق طالب العلم، فما توجيهكم لطلاب العلم؟ وهل الأفضل طلب العلم عند الطلاب أم العلماء الراسخون في العلم؟ لا بد من طلب العلم، الواجب عليهم مواصلة طلب العلم ولا يلتفتوا إلى ما يقال وما يظهر من الأعداء من التثبيط عن طلب العلم والتزهيد في طلب العلم. طالب العلم ما يلتفت إلى هذا، بل يستمر على طلب العلم ويصبر على المشقة ويصبر على لوم الناس